في اللور بارت اوف ذا فرونت اوف ذا نيك ايرريجولار ان شيب ميجرينج كذا كذا اخد اكبر تو دايمنشنز بطوله بالعرض 8 سم سيفتي 5 سم يبقى السويلنج سايت وسايز وشيب الاوفر لاين سكيل علق عليه بالبوزيتيف او بالنيجيتيف ايه الابنورمال اللي ممكن نلاقيها فيه سكارز 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 دي اول حاجه ما ينفعش انساها في القصه دي عيان عنده سكور عيان تاني مش عنده لو انا نسيت ابص على الجلد ودخلت على الاسئله لقيت اول سؤال ده اوفر لاين سكين شوز او هوريزونتال سكور لو انا ما بصيتش كويس يبقى انا همس الايه الدرجه بتاعت السؤال فالسكين ما ينفعش ان انا اخده تعالى نخش على السبيشال كارب ودي حاجه دباجه وانا كده كده عارف ان السوالينج ده هيبقى موفينج اب اند داون ديبيتيشن اقول العيان بتاعي ايه السوالينج موفز اب اند داون ايه اهم حاجه في الانسبكشن اللي احنا قلناه السكين ان هو ده اللي هيجي عليه السؤال في الاسس يعني انا كده كده باقي ان هقدر استنتجه بنفسي مش اي مشكله تعالوا نخش على البالبيشن بقسمه ثلاث ثلاثات ثلاثه ستراكشرز ثلاثه تيوبس ثلاثه ريليشنز ثاني ثلاثه ستراكشرز ثلاثه تيوبس ثلاثه ريليشنز ايه ثلاثه ستراكشرز اللي عندي التو لوبس الاسمس واللور بوردر بتاع الكلام كل واحد من دول بطلع منه معلومه بفحص التو لوبس ازاي الطريقه اسمها لاهي من ورا تكريلي من قدام الفريم بتاعي عامله ازاي الطم بتاعي ورا الماسكولي بروسس ايدي سبعه مقفوله بالمنظر ده خدوا بالكم من الفتره المشهوره اللي جماعه احنا نفس الابر بارت لا السبايرويد في اللور بارت اوف المنظر هفحص الرايت لوب يبقى هعمل ايه هبين راس العيان على الرايت سايد وهثبت ايد الشمال دي وهفحص السيرفس ده الناحيه الثانيه هفحصها ازاي بين راس العيان شمال ثبت باليمين وافحص شيء كده انا بحس الايه السيرفس اوف السيرفس كونسيستنسي ازاي كده السوالينج فيرم الكونسيستنسي ودي حاجه انا هستنتجها كده كده ان كل الثايرويد سوالينجز او تراجعهم اللي هينزلوا في الامتحان هيبقوا فيرم لا هينزل لي هارد سوالينج زي المالجنسي ولا هينزل لي سوفت سوالينج زي مثلا الايه فايروبلوستسيس فبالتالي انا متاكد ان هو هيطلع فيرم الازمس بحسه ازاي بثبت راس العيان وبعمل رولينج عند السوبرا سبيرنا نوتش فيها الازمس بيبقى موجود اجنس الكيكين رينجز 2 و3 و4 ازاي احس اللور بوردر بجيب التو اندكس فينجرز بتوع سبعه مقفوله تحت السويلنج وهي العين يبدا عليهم الاقي ان السويلنج بيخبط او اللور بورد فاصل بيه في صباعي نفس الفكره لو انا عندي كوره فوق صباعي هتخبط كده او عامله ريترو سبينال اكستنشن مش هحس بيه السويلنج وهو بيخبط في صباعي يبقى ثلاثه ستراكشرز بعد منهم بثلاث معلومات تو لوبس ازمس لور بوردر ثلاث منهم بالسيرفس كونسيستنسي اتش اي مشكله لغايه دلوقتي ثلاثه تيوبس ايه هم ثلاثه تيوبس بتوع بلاد تيوب وليمف تيوب واير تيوب بلاد تيوب اللي هو الكاروتيد ارت وده بحسه ازاي؟ ادي الثايرويد كارتج انزل تحتها سن فري بوي كارتج اطلع لاترالي واضغط الارت بتاعت انتيريور بوردر اوف سترن ماسكوري اللي هي اكشوالي مين الترانسفيرس بروسس بتاع سي 6 لو انا اعتبرت نفسي سي 6 فدي البادي بتاع سي 6 هي دي الترانسفيرس بروسس يبقى في حاجه ثانيه اسمها الكاروتيد تيوبركل هي دي بتسمى الكاروتيد تيوبركل اللي بيتحس عليها الكاروتيد ارت بالمنظر ده بجيب ايدي من قدام لورا واضغط على المصر كده بحس برايت كاروت اي حاجه اعملها باي لاترال احس ان لفت كاروت بالمنظر
عندي تو بوسيبيليتيز، يا اما احس الكاروتيد في اليمين في الشمال، يا اما هيبقى عندي ابسنت كاروتيد بالسيشن على ناحيه، وده اللي بنسميه بارز. مبالي قال لك ايه؟ قال لك ابسنت كاروتيد بالسيشن على ناحيه دي تو ديسبيسمنت اوف ذا ارت او انفيلتريشن اوف ذا ارت. اما يجي ازاي ديسبيسمنت من انفيلتريشن؟ تحس الفيشر تمبورال ارتري اللي هو الديستنت برانش بتاع الاكسترنال بيتحس فين؟ قدام الفيس. يعني الاقيه محسوس ومعنى كده ان الارتري تحت كان ديسبيس، يعني الاقيه مش محسوس ومعنى كده ان الارتري كان انفيلتريتد باي مالينجنت. الكاروتيد بيتحس فين؟ عند اللور بوردر اوف الكويت كارتج اوبوزيت للترانسفيرس بروسس اوف ايه؟ اوف سي 6. يعني يتحس في الناحيتين، هيبقى ابسنت في ناحيه واحده اللي هي تبقى اسمها بارز. تاني تيوب عندي اللي هي الليمف تيوب الليمفاتيك درينج بتاعت الكاروتيد. وزي ما احنا شفنا ستيشن الليمف نود، في عندي سيركلر ولونجيتيودنال جروبس اوف ليمف نود كمان. بس ما ننساش افحص اهم تو جروبس من الاول اللي هم الدرينال ريجن والبريفيريال. ليه؟ ايه اهميتهم؟ ان دول اول تو جروب هيكبروا في حالات الكابيلاري كارسينوما مثلا. من شويه قلنا الفوليكلر قلنا انها بتبعت بلاد بس للسبايك، دلوقتي بنقول الكابيلاري وبنقول انها بتبعت ليمفاتيك سبريد للدرينال ريجن والبريفيريال. تفحصهم ازاي؟ بعمل رولينج عند اللارينكس وعند الفريق. اللارينكس ممكن ده بريدر انجن ليمف نودز كده، بعمل فحص للفري ترافيه اللي لارينجن فري ترافيه. حلو. وبعدين بكمل فحص السيركلر واللونجيتيودنال جروبس اللي انا عليهم سب مانجل سب مانجل فري اوريكل نص اوريكل واقف. اللونجيتيودنال هما مين؟ الابر واللور جروبس الابر دي لور دي ابر دي لور بلاد تيوب ليمف تيوب. فاضل لي تيوب الاخيره اللي هي الاير تيوب اللي هي التراكيه. واهميه فحص التراكيه اعرف هل التراكيه دي سنترال ولا ديفيتد بناحيه عن الكلام. بعمل الموضوع ده ازاي؟ انا باجي من قدام البيشنت بثبت راسه وبحاول ادخل الاندكس فينجر بتاعي في السوبرا سبينال نوتش يمين وشمال. لو جينا بصينا على الناحيه هنا هنلاقي تو ستيرنو ماستويد ماسلز بينهم ماسوره اللي هي التراكيه. جربوا على رقبتكم هتلاقوا ان في جاب هنا ما بين العضله وما بين التراكيه والناحيه الثانيه. الجاب دي المفروض تبقى ايكوال في الناحيتين. ليه ايكوال؟ ان التراكيه از ميد لاين ستراكشر. لو الترابيه دي اتشفتت في ناحيه عن الثانيه هتوسع جاب وتضيق جاب. تمام؟ بصوا انا مش عايز ماي بارتيشن ماي استكشن. بصوا على رقبه العيانه بيقول لي الجولدن ده اكتر هي على الشمال ولا على اليمين؟ على الشمال. على الشمال. حلو. ادي الجولدن. بصوا على الجولدن. بصوا الترابيه رغم ان هي المفروض تبقى موجوده هنا. بصوا جاب فين؟ كله ملاحظ عايزكم تبصوا. ادي الترابيه. برافو عليك. الجزء لما مش بس بيجرير وواخد ناحيه اكتر من الثانيه، بس انه زقت. عارف انت لو هو كبير وسنتر هيتسعجل التركيه سنتر. ماشي. اعملها بالبلتيشن بقى ازاي؟ سبب بيجرير سنتر هنا مش عايز اتكلم هنا اوسع شويه. يعني الجزء المفهوم جاي 10 سنتر مثلا. وباي انسبكشن حلو. يبقى قلنا بلاك تيوب كاروتيد هفحصهم كلهم تاني اهو. كاروتيد ارتري يمين وشمال. ليمف تيوب بريدا رينجر وبريدا تراكيه واكمل. ادي بريدا رينجر وادي بريدا تراكيه واكمل فحص السكر الليمف نود. ضلمه حلوه. الليمف نودز هيفضلوا في محلهم لان هم مالهمش علاقه بالتراكيه. هم مش هيزقوا في الشيب بتاعهم. مش هيتحركوا. لا خالص. لا هيفضلوا في الليمف نودز. تراكيه مفحصه ازاي؟ من قدام العيان بدخل الاندكس سوبر ستيرنال نقش يمين وشمال. تحس هل الجاب ايكوال على الناحيتين ولا التركيه دي بيتك التركيه على الناحيتين؟ ثلاثه ستراكشرز تو لوبس كيزمس لور بوردر طلعت منهم بثلاث معلومات سيرفس كونسستنسي اتش. ثلاثه تيوبس برضه طلعت منهم بثلاث معلومات. هل الكاروت اختلف باي لاترال ولا لا؟ الليف لوز اللارج ولا لا؟ التركيه سنترال ولا ديسبيس؟ واهميه فحص التركيه باي ذا واي نسيت اقولها ان دكتور كتير وهو بيركب ايده التركيه تيوب يبقى عارف البوزيشن بتاع التركيه عشان ما يعملش التركيه الوجه. فاضل لي ثلاثة ريليشنز لثلاثة سراوندنج ستراكشرز اللي حوالين السويلنج اللي هم السكين والمصل والتراكيه. هل السويلنج ده اتاتش للمصل ولا لا؟ ببساطة لو اتعمل بنشنج على السكين اوفر ذا سويلنج الاقي ان السويلنج از نوت اتاتش تو ذا سكين. باي ذا واي نقطة الريليشن دي كلها اللي اقولها مش لازم اعملها خالص لان انا عارف مسبقا ان هو نوت اتاتش تو ذا سكين ان هو ديب تو ذا مصل ونوت اتاتش تو ايه؟ ونوت اتاتش تو ذا سكين. الريليشن بتاعت السويلنج للمصل هل هو ديب ولا سكين؟ لو خدت ادي العضله اهي وادي السويلنج. لو السوالين ديك للعضله اما العضله دي كونتراكت السوالين تحت هيظهر. عكس ما يكون السوالين سوبرفيشال للعضله الكونتراكشن مش هيأثر على زي ما شفنا عند جابر ان عنده سبنتينيس مايكوما ما تأثرتش بعد الكونتراكشن حجم السوالين سواء قل كونتراكشن عن العضله. مش بيتشدر ولا بيزيد بس هو بيفضل ثابت. هو بيرمز لقدام شويه بس كحجم هو بيفضل ثابت. فده اللي انا هعمله هنا ان انا هشغل البوستر وماستويد ماسلز. ايه السيرموستويد اكشن بتاعها ايه؟ حركه الار.
تقدر تشغل الاكسترنال ماسكورتس، تقدر تشغل الاكسترنال ماسكورتس الايه العكسيه. بص كده على حجم السويلنج وايه ده هيستطيع يغطي على الايدين هو بس حجمه قل، عشان كده السويلنج ده از ديب للراس. عايز اعرف اتاتش للمصل ولا لا، هعمل تنشن للعضله واقول لها دايركت حسيت بايه اول ما عملت كده. انا ماسك ستراكشر وفي سيبريت ستراكشر تماما عن ايدي بيموف اب اند داون ويث ريليشن تو التراكيه. من وانا بعمل انسبكشن لقيت العيان بيبدا عليه والسويلنج بيتحرك اب اند داون، اتاكدت ان السويلنج از نوت اتاتش تو التراكيه. عايز كده نفس بالبالبيشن ازاي، بعمل هايبر اكستنشن اوف ذا وروكينج اوف ذا كلاب اب اند داون، السويلنج بيتحرك معايا ومش اتاتش تو التراكيه. يبقى تاني ريليشنز سكن اتاتش تو سكن دي تو ذا مسل and not attached to it directly, not attached to it. تاني عمل الحاجات اللي بتخش بسرعة as the two lobes. Surface is not needed. Consistence is firm. Isthmus is held. Lower border is well defined. بقول عليها تبدا عليها. Carotid arch is held bilateral. There is no varus sign. There is no phalangeal. The phalangeal is no enlargement. The trachea is deviated to the right side. The swelling is not attached to the skin. Deep to the muscle and not attached to it. Diarrhea. The swelling is not attached to it. في أي مشكلة في البارتيشن؟ حتى من بدلات السوشيال ساينز احنا قلنا واحدة منهم اوريدي اللي هي بيريس ساين. فوكر ساين دي عبارة عن إيه؟ عين اللي عنده لونج ستاندنج ووتر بيحصل له حاجة اسمها جنجيو ماليشي. زي ما احنا فاهمين البرافيا اللي اتبطلنا من جوه سي شيب كارتج، لو كارتج ده ضعف وبقى كولابسايد، اجي اضغط عليه العيان يتخن. دي اسمها كفر الساين. او طبعا اتس رينجر ساين ومش بعملها غير لو اتسالت عليها. تعمل ازاي؟ اما لازم بضغط على الايرواي الاقي العيان ابتدى يكون بيجي ايه سفوكيشن، وده معناه ان عنده برافيا ماليشيا وعنده بوزيتيف كفر الساين. تم بيرتون ساين، ودي الحاجه الثالثه اللي بتاكد لي ريتو ستيرنال اكستنشن. اقول العيان ارفع ايدك لفوق الاقي يوشك ده ابريتوري كونجستد نتيجة ان الميستايل بقى زحمة، بقى في ريزو ستيرنج جوتر ضاغط على الفيسلز ايه في الميستايل. يبقى قلنا كاري ابسنت كاروتيد بادز، ام بيرتون اللي هي ريترو ستيرنج اكستنشن، كوفر ساين ديو تو تراكيو فانش. كده قلنا كام حاجة بتأكد ريترو ستيرنج اكستنشن، قلنا باي انسبكشن يبقى ده ريليتد بيز على الشست. باي بالتيشن ما كنتش حس اللور بوردر اوف ذا سبايشن غير بارت ايدي. باي سبيشال ساين كنت هلاقي في الميرتو ساين بوزيتيف. الرابعة والأخيرة اللي بتأكد لي هي البر بريشر. على مانوبريم ستيرنايت يريد الفيلز اوف اتاكيتال، المهم ان الاماكن دي ريزونت. لو في دمس على مانوبريم او عليك الفيلز اوف اتاكيتال ده ياكد لي ان في ريترو ستيرنال اكستنشن. هيفي بروفيشن دايركت على الدور. اه بالظبط. الحاجه اللي انت بتديتكت اورجن هو ده بقى اللي ممكن تعمل ساعتها الايه لايف. طيب احنا قلنا ان هم ريزونت الا لو في دمس يبقى في حاله ريترو ستيرنال اكستنشن. الاوستراتيشن معمول فين؟ عند الابر بول اوف ذا جلاند upper lateral و upper lateral and that side بتاع ايه؟ superior thyroid. بما ان superior thyroid artery more superficial عن superior thyroid ممكن بسهولة اسمع عليه الاوديبل بول. هل متوقع اسمع بروي في حتى simple nodular rocket؟ لا. لا، اسمع في حتى Graves disease اللي عنده هايبر دايناميك سيرفيشن. هو كل الاكسبريشن تاني من الاول swelling, skin, special character, and swelling, size, shape, and skin, scars, pigmentation, زي ما بيقول Graves, signs of inflammation, special character, and diarrhea, swelling moves up and down with pigmentation. ثلاثة structures, two lobes, isthmus, and lower border. ثلاثة منهم بإيه؟ surface, consistency, edge. ثلاثة tubes, carotid felt by lateral ولا لا؟ lymph nodes, enlarged ولا لا؟ trachea central ولا debate. ثلاثة relations أنا عارفهم already, not attached to skin. deep to the muscle and not attached to it, not attached to the trachea. ثلاثة special sign, cochlear, temperature, various sign. كركشن على منوبيا والميديا كيرفز اوف الكلاكيكال نورمال ريزونت الا لو في ريتو ستيرنال اكستنشن. اوسكالتيشن عند الابر بول اوف ذا جلاند ممكن اسمع سيستوليك برويد حالات الايه؟ الجريز. دي اي مشكله؟ دكتور بفرق ازاي لو في توكسيك او ان توكسيك في الزمن؟ حلو قوي. كلوك ولا ك ايه؟ توتال يعني انا بعرف فرق ازاي؟ انا اقول لك حاجه، تدخل على عيان، لقيت عيان عنده كركعه في قفله، ده حاله الثايرويد، بص على وشه، هل انت شايف اي اي سايز؟ لا ده وجهني بس السيمبل نوديولار جول. نوديولر اما تعمل بالتيشن لان السيرفس نوديولر. عكس العيان اللي هشوفه دلوقتي الحاله اللي عنده توكسيك كروف عنده هتلاقيه فرق لك عنده سكاري جول. وتلاقي لو انت شفت السويلنج في رقبته تلاقيه باتر فلاي شيب وديفيوز. يبقى انا بجمع حاجتين، بجمع منظر السويلنج مع منظر الوش. تلاقيه وصلني للدايجنوز من غير اي حاجه. هزود بقى بالهيستوري، هسال البيشن دي اقول لها بقول لك انت عندك رفرفه بتحس ان انت بقيتي مش بتطيقي الحر ووزنك بيقل، في صعوبه في قطوع السمن، بروكسيما مايوبيتي، بقيتي قرف وقله نوم، في اسهال، دايريا، كل ده سيمبتومز بتاعت ايه؟ مختلفة.
فانت بتجمع الهيستوري مع الاكزاميشن ووصلك للدكتور. وممكن بالنظره الاولى على الثريل مش هيتحس انها يتحلف تحس عليه الجريفز ونوت كنترول حتى تخش الثريل بقى الثريل دلوقتي كنترول فمش هتحس عليه الثريل ولا الجريف. طيب دلوقتي هنشوف الاي سايز بتاعت الانفورميشن مش مبقاش عندي تو اكس اوف فلابس خلاص عينهم رجع تقريبا للنورمال بوزيشن بس باين قوي الستيري لوكال سايز اللي احنا هنقولها. فين بقى السويلنج اللي عند الشكل الجويد ما بقاش موجود قوي؟ بص بقى يطلعوا ابن عليها كان سعيد وركزوا مع الرقبه بس حد لمح النوديول الصغيره اللي لسه فاضله دي تمام مش اه سنت ثاني ثاني عم سعيد معلش ابن عليها حد ما شفتهاش ده اللي اتبقى من الجويد بعد التريتمنت عيان بعد التريتمنت اتحسن جدا بقى كنترول حتى ايدن الووتر هامر فاتس ما بقاش محسوس عنده قوي حاسس بصوت. طيب تعالوا نرجع لموضوعنا الاي سايز نوعها ايه ثايرويد ديت؟ السايرويد ايه النوديول يعني النوديول؟ ما ينفعش اقول عليها بلانجنج؟ بلانجنج لا بلانجنج دي لو داخله على نازله على الديسكال ما هي تحت يا دكتور لما بيبلع بتطلع اه ما بانش غير لما بيبلع البلع هو اللي بيبرزها بتطلع فوق في البيبان اللي هي مش بلانجنج لو الدايجنوز بتاعه ده بقى بالهستوري اقول له وانت عنده معاك اي ساينز هي حل كويس بس ليه هي سوليتر دلوقتي ان كل السوالينج في الذاكره ما بقاش فاضل في حاجه واحده كلمه سوليتر دكتور في حد ذاتها مش عباره عن مالينس ده هي 20% بس مالينس مش بالنسبه لاكتر. تعالوا نتكلم على الاي ساينز عندنا ثلاث ثلاثات ثلاثه اي ثلاثه ميثودز تو ديفرنشيت ترو فروم فولز في الثالمس ثلاثه ساينز باي انسبكشن ثلاثه ساينز باي يوزنج الفيديوز. اول حاجه ازاي فرق الترو من الفولس يعني ايه اصلا ترو يعني ايه فولس ترو اكسبيرنس يعني الاي بول فعلا كنترولينج بيوند سوبيريور اورتال موشن لكن الفولس اكسبيرنس زي ايه ده يعني عنده ليد ريفلكشن انا لو بصيتوا عليها كده ممكن تحصل الاي بول دي فيها اكسبيرنس رغم ان هي ما فيهاش اكسبيرنس او عيان عنده ايه اكسبيرنس في ناحيه فده اداني فولس امبريشن ان عنده اكسبيرنس في الناحيه لكن الترو اكسبيرنس فعلا لما يكون الاي بول بازر وبيتحلف البريز اساسا البريز بيبقى فيه ميوكو كويس سكرايت بوزيشن ورا الاي بول هي اللي بتزق الاي بول دي. الثلاثة ميثودز اللي بتتكت بيهم الاكسوفيرمس طريقة اسمها دبسايكل ميثود تاجي من ورا التيشو بتعمل كيف من المكان فبص على السوبيريور اورتال مارجن والانتيريور اورتال مارجن لو لقيت الاي بول بروتروجنج عن المارجن ده يبقى ده اسمه بوزيتيف دبسايكل بس ده بياكد ان في ترو اكسوفيرمس. الطريقة الثانية الفريزر ميثود ازاي؟ لو انا جيت بصيت على اي حد جنبي في اللاترال فيو الاقي ان عنده سالكس ما بين الاي براو والابر اي ليد في سالكس او ديبريشن لجوه هنا برضه السالكس موجود لان الديجري اوف اكسوفيرمس ما بقتش باينه فاقول عيان مطر عينك وبص ده في لو لقيت السلتس ده اوبليتريتد يبقى اسمها بوزيتيف فيزيس يبقى تاني ايه الطريقه؟ تاني هي مش بوزيتيف على فكره هنا انت بتيجي تعمل نفسك حتى بالكاد هتشوف جزء صغير من الكل لان الديجري اوف اكسبتنس ما بقتش زي ما ادي نفسك مطر عينك ادي فيزيس هلاقي السلتس اللي فوق ده اللي هو انتوا شايفينه دلوقتي مش موجود لو هو مش موجود هتبقى بوزيتيف فيزيس. الطريقه الثالثه والاخيره اللي بتاكد لي الدور اكسبتنس الرولر ده لو انا جبت المسطره وحطيتها على العين كده هلاقيها لابسه بوث مارجنز ات ذا سيم تايم لكن لو الاي بول دي كنترولنج هلاقيها يا اما لابسه السوبيريور يا اما لابسه الانفيريور. دي الفكره الاولى لما اجي احط المسطره على العيان الاقيها يا اما لابسه ده يا اما لابسه ده مش لابسه الاثنين في نفس الوقت. ايه ثلاثه ميثودز ديفرنشين ترو فروم فولس؟ لاب سايزر ليزر في اي مشكله لغايه دلوقتي؟ ثلاثه ساينس باي انسبكشن بصوا على العيان كويس هتلاقي انه عنده ستيرنج لوك وان فريكوينت بين عيان مبرر ومش بيبرد مش بعيد ستيرنج لوك ستيل لابس برافو عليك يبقى ستيرنج ستيل لابس نورمال عندنا الابر اي ليد بيغطي الابر سكس والكورنيا لو لقيت الكورنيا مش متغطيه خالص بل بالعكس ده في ريم اوف سكليرا بين الكورنيا والابر اي ليد انا مستفيد ده ريم اوف سكليرا كده على العين لا كورنيا مش متغطيه خالص تمام لو ركزنا قوي فعلا ريم صغير قوي من السكليرا تمام الرم ده بسميه ده الرم في السايكل ستيرنج ستيل ده الرم ده الرم تمام حتى لو مش قادر اتكت الرم بس انا شايف ان الكليه مش كونتاكت. تاني حاجه بقى انسبكشن اقول لعيان قمر عينك وابص على الابر ايليد شايفين ايه؟ روزن باك سايد اللي هي فاين تريمرز تريمرز الروزن باك ستيرنج ستيل ده الرم ده الرم. تعالوا نقول اخر ثلاثه ساينز يوزنج الفينجرز ازاي؟ لو انا كده بص على اصبعي كده في الابورد جيز كده انا شايف عند الليمت ده انا هضطر اعمل ريك في الفورهيد عشان اشوفه لان الابورد جيز عندي ليمتد بالسوتيريور اوربيتال موشن
تمام؟ لكن العيان هنا لما يكون الاي بول عنده بروترودنج بره الاوربت هيقدر يشوف صباعي من غير ما يعمل ريكتنج فور هيد. ابسنس اوف فور هيد ريكتنج جوف بريسر. فور هيد جوف بريسر. اهم حاجه في ده انا بثبت راس العيان ليه؟ لو انا قلت له بص على صباعي فوق ما ممكن يلف راسه. لا انا بثبتها له واقول له بص على صباعي وبص انا على الفور هيد. شايف اي اكسترا ريكتنج حصل في الفور هيد؟ هو اصلا في ريكتنج دي اوريدي موجوده لكن ما حصلش اي اكسترا ريكتنج. absence of forehead drifting جوف بريسر. وانا لسه مثبت راسه اخليه يتابع صباعي من فوق لتحت بالراحه، يتابع صباعي هنا. الساين دي الوحيده اللي عنده نجم ليد لايت او البوم ريفس. عارفين عين العروسه؟ عين العروسه اللي اللعبه دي لما تيجي تنزل العين والليد بيتاخر عنها هي دي الليد لايت بالظبط. تلاقي العين بتنزل والليد بيتاخر عنها. الليد لايت ده هو البوم ريفس ده نيجاتيف عند الفيشن. يبقى جوفري ليد لايت او البوم ريفس اخر سنه في سايو سيبيريتي موبيلس سايت هي لاك اوف كونفرجنس. انا لو في النيو فيجن بضطر اعمل كونفرجنس في ميديا ريكتاي مسل سكوير، لكن لو عندي ويكنس في ميديا ريكتس مسل هيبقى عندي لاك اوف كونفرجنس دي بسميها الموبيلس. بعملها ازاي؟ اخلي الفيشن يبص في اخر الاوضه كده لغيت الاكونتيشن عنده، وبعدين اخليه يبص على نير اوبجكت اللي هو زي صباعي واركزه على الاي بول. حصل اي كونفرجنس؟ لاك اوف كونفرجنس هي دي الموبيلس. اي ساينس تاني ثلاثه الترو فيرسس فولس. By inspection, staring the skin back, rim the ribbon, number eight, closer back, layer five, the five, absence of forehead drinking, jump to the side, this lag, from grace side, lack of convergence, this. كده قلنا الاي سايز واللوكال. فده دي حاجه واحده هنكتب بيها الجنرال سايز بتاع التايم بوكس. هقسمهم ازاي؟ اثنين في البالم، اثنين في الهاند، اثنين في الباس. يبقى تاني اثنين في البالم، اثنين في الهاند، اثنين في الباس. لو انا بسلم على العيان الاقي البالم بتاعه وارم ومويست. بالم اند سويت بالم دي اول ساين الاقيها في البالم. ابص على البالم بتاعه ممكن الاقي عنده بالم اريثيما. هنا مش ايفيدنت قوي، ممكن تبقى اوضح من كده ان انا اشوف الايه بالم اريثيما على البالم. ايه اسباب تانيه للبالم اريثيما نعرفها غير الجريفز؟ عند الليبر سيفتيريا، عند البريجنس في حد ذاته از فيسيولوجيكال فاريانت من الايه؟ من النوم. بقول لك ايه في البالم اللي هو وارد وسنتي وبالمر ايه؟ ايه الحاجتين اللي في الهاند؟ فاين تريمر في البالم. اقول لك ايش كافي الجيب قدام وركز. الاقي عنده فاين تريمرز ودي اكيد لي اكتر ان لو حطيت ورقه على ايده هلاقي الورقه دي فيها شيء. كلابنج اعمله ديتكشن ازاي بالويندو تيست؟ بس هحاول اثبت ايده. شايفين اي ويندو؟ بلاش الويندو بس، ممكن لو واقف في الفيديو كده قدامه بصوا النيل منظره عامل ازاي قبل ومفيش اصلا انجل ما بين النيل ده والنيل خالص. ده بسميه فيرست ديجري كلابنج او ليه اسم تاني ثايرويد اتروبيك. نفس المعنى. السكند ديجري تبقى عامله ازاي؟ تبقى فارو دي زي ما بنقول الايه ايه حاجه بارزه عامله كيرف. ثيرد ديجري درامستيك ابيرنس الاقي العقله متضايقه كده. حاجه كمان اسمها فورث ديجري هي هايبر تروفيك اوستيو اتروبيك الاقي انه في افكشن للجوينت اللي قبل الايه العقله. يبقى اثنين في البالم اللي هو ورم وسواتي بالمر انثيما، اثنين في الهام فاين تريمرز وكلابينج، اثنين في الباكس ودي اهم جنرال ساين عندي بالس اند موتر هامر باكس. بتكون كومنت على الباكس ريت ريزم فوليوم وسبيشال كاركتر اللي هي الايه؟ الموتر هامر باكس. الموتر هامر باكس بتتعمل ازاي؟ باكس بالارم اوف البيشن افوق اباف ذا ليفل اوف ذا هارت واعمل انجل ما بين الفور ارم والارم المنظر ده واجي اروح ماسك الانر سايد اوف ذا فور ارم اعرفها ازاي من الصباع الصغير. اروح ده حسب الباكس باوند تحت ايدي. هنا مش هحسه قوي لان الفيشن بقى اندر كنترول. عايز احسه اوضح هعمل ايه؟ بس ايه العيان واضغط واروح رافع كده احس بيه اوضح شويه. يبقى ايه الجنرال سايز اللي قلنا عليها تاني؟ فالم ونوار وسواتي في فالم الاريثيما، الهاند بيبقى فيها فاين تريمرز وكلابنج، الباكس والووتر هامر باكس بالفول كومنت على الباكس. في اي سؤال؟ طيب بنعمل ايه دلوقتي؟ نتقسم كده تو جروبس. جروب بيعمل انترفيشن او بتاع لوكال حاجه مهمه. ايه الحاجات اللي ما ينفعش انساها في اللوكال؟ الاسطى لو انا بتكلم عن الامتحان الاسطى. السكين زي ما قلنا اذا ببص عليه كويس قوي السيرفس اللي ممكن يبقى دوجر ممكن يبقى سموث. الحاجه الثانيه والثالثه والرابعه اللي هم الكارودر والترافيا. ممكن عيان يبقى عنده بوست فيري ساين، ممكن عيان يبقى عنده ترافيا سنتر او تمام؟ هنعمل الحاجات دي في الكارودر والترافيا والسيرفس. هنا هنعمل النفسايجر والووتر هامر.